لكن المرة هذه في مهرجان وفي حفلة ومباشرة أمام المئات إذا كان مش من الآلاف من الجماهير، وطريقة الغناء نتاعها كانت غريبة، تفاصيلها. هي من الشريف بدات في برنامجها أم نسار على قناة كارتاج بلوس، غنيت أغنية الأم كلثوم وكانت هكا فيها دخلة متاع مزود ميلانجي بالمزود، شفناها زادة في مهرجان لبسيسة، عاودت غنيت أغنية أم كلثوم وتفاعل معها الجمهور بالكدا. خلينا نسمعوا. يزي يسار مبروك يزي من الاكسرين التعليق رسيق ماذا بيها تكونوا اختفتوا لي وجه بوليان كيفاش عامل بعينين وخشبوا فوقه معناه مش مصدق تعليق انقسمت مش كل التعليق لا والله نحي الكلام زي مكرم والله فما اللي عجبته الأغناء مثلا قال والله نحيا على المجهود علاش جايزي ما عملش أغنية عبد الحليم غميكسي وفما اللي يكتب برافو إيمان مختلفة ما تشبه الحد تشبه كان للروحة واللي كان بتبيع عدد بربي كل حاجة عندها أما ليها المزود مزود وتربي تربي وفما ونوفى بتعليق هذا والله إيمان نحبها أما ماذا بيك يا إيمان الشدة تغني بالتونسي كهو خطر هكا ولا تفديك ما ست برشا حاج وانت تربيت على أم كلثوم كي تسمع أم كلثوم تغنى بهذه الطريقة يا ودي قلبي يبكي تو كي سمعتك فاش تغني قلبي يبكي وزاد حزن سامحوني السباح ودي كريتة ثبت فيها تغني حافية هكا ولي هذيك فازت له على المسرح عطيني الغناية الغناية ودي فم أم كلثوم بالمزود شنو ما تو أنا راني نموت على المزود ونموت على الذكرى لكن لكل مقام المقال ولكل عصر نجاح شنو اللي سامحني يا إيمان علاش خرجت من خسرتك عايش بنتي أنا راني نحبك نحترمك ما نحبك شك مش مشكلتي أم كلثوم بالمزود نظريا تنجم تعمل اللي تحب أما على الأقل رد بالك حضروا بليه هذا اسمه نشاز مش نشاز الدربيكجي ما في بالوش بالنوتة ما في باله بحد شيء الاخر الكونترباس كيف كيف خارج الموضوع الفرقة اللي تجيب دربوريان اكثر واحد صوت في جهة دربوكا في جهة الدنيا في جهة يعني هذا اسمه الدربيكجي قال لي انا لي عمل انا اي الدربيكجي مسكين ضايع فيها ضيعة كل معناها ضيعة ماهوش لهنا معناها هذا احسن تعبير على الوضع اللي عايشته البلاد رد بالك هذا هو مش لا في المنتوج الفني هذا هالمنتوج هذا المشكله انه ايمان شريف شيخ عليه معناه العباد مش مصدقه وايمان قاعده تتسلطن عامله جو وحده في مخ ناس وانت تسمع لا ما عندهاش في عائلتها يقولها راه مصد برشا وين على الاقل واحد يقرب لها اخوها وامها ديفورسي راجلها حتى القديم ينجم يقول لها بالحق مصد برشا ايمان وخاصه اليوم لا نحكي مش على ايمان بس نحكي على غناء وخاصه كي تحكي على أم كلثوم تحكي على قمة غنائية اللي ما عشت عليها أجيال ومتربي عليها أجيال ما ده أنك اليوم تغنيها بالطريقة هذه الحق هي رأيهانة في حقك أنت قبل ما هي أم كلثوم والله شفت الناصر مرة عدوله إكستريف في الانترنت يغني والله يغني صحمل والله الناصر كان يلبس توا فوق راسه وهكا ويغنينا والله يغني زيد حط روحك مواطن تونسي بين تسمع مثلا غنية ذي السباحي من شريف بالطريقة ذي اللي عبر عليها برهان بن نشاز وتسمع محمود يحلل شتختار محمود اهون لا محمود لا ما تقوليش لا بالحق والله يتعدى قال انت تكاليه تعدى بشربه ما تقولوا اهفت اصفر قولها اهفت اصفر عليها المره الاولى المره الثانيه تختار محمود نوصل نختار محمود خاطر محمود بالبريسيون في سادرينيو والناصر في القوارير هذه بهدات مره دو يو لوف مي دو وين مقدمه بالحق انا في المريكة قدمت نداء للفنانين قلت يا ولادي اقفوا معاها تمر بمرحله صعيبه يرجع حاشي عبد ياسر ليه والله محمود انا قلت لكم ايمان مهبوله فنيا كيك تحب كل هبلات وكل شيء حياه برشا ايمان الشريف نقول لك يا ايمان عندك حق الرد في اوستار جيو بالجماعه ذوما الكل عندي يخدم لي روحه بس نو الحقيقه والله لي والله لي باخت كل شيء نحب ايمان ونحترم هذا باش تجرب الاعذار انا دقيقه خدم لي روحه ما عجبتنيش انا زاد الاغنيه ماني مش حلوه كنت تنجم هاني قلت انا الكومنتير نتاع جيزي اللي غنى لعبد الحليم عملها سر مزيانة كنت تنجم إيمان تدخل المزود يمكن بطريقة أشب وأحلى خاطر صوتها صوت حلو إيمان الشريف وانتو كان تحب حق الرد تسبهم إيجا للأوستار ميكروات محلولة أختك كلمتها قلت لها رفيق ما يهز قلت لها عندك حق الرد إيجا للأوستار